والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد. فاطمة خليل في انتظاركم وطائفة من آخر الأنباء الاقتصادية. إليك فاطمة. شكرا ليلى عمر، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بعنوان القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد. تضمن التقرير انفجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية، وذلك بعد 9 سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت وكالة فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدرا مستقرا نسبيا للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نمو قوي في القطاع المصرفي خلال 10 سنوات المقبلة. انطلقت فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية. وخلال الفعاليات أشار المشاركون إلى أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات. هذا المؤتمر الذي يعقده وينظمه البنك المركزي المصري يمثل رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداما للنقد، أكثر إقبالا على التقنيات والوسائل الرقمية في السداد وإنهاء المعاملات المالية. اشتراك البريد المصري في سيملس نورث أفريكا للسنة الثانية على التوالي أمر الحقيقة إحنا بننظر له بأهمية كبيرة، ملتقى للتكنولوجيا وتبادل الخبرات، الحديث عن أي خدمات مالية حديثة أو شمولية لمجتمع أفضل لن تتأتى أبدا بدون دخول الهيئة القومية للبريد. النهارده في سيملس شايفين من أول الكيانات الكبيرة، كيانات بنكية، بنوك عامة، بنوك خاصة، شايفين كيانات زي اي فاينانس، شايفين مالتي ناشونالز، شركات أجنبية، شايفين شركات ناشئة في مجال الفاينانشال تكنولوجي، ستارت أبس كتيرة. كل ده موجود معانا النهارده في سيملس، وده بيدل على تهيئ بيئة إن هي داعمة من اول الكيانات الكبيره المالتي ناشونالز لغايه الستارت ابس. اهميته تكمن في التاكيد على دور مصر كمركز اقليمي يكون حلقه وصل ما بين الدول العربيه والقاره الافريقيه. احنا النهارده استغلينا هذا المؤتمر لاجتذاب فوق 100 شركه ناشئه في المعرض اللي بيقام على هامش المؤتمر لعرض خدماتها وافكارها وحلولها التكنولوجيه للقطاع المصرفي ولكل المتعاملين في هذا القطاع. وايضا استغلينا الفرصه للاعلان عن التحركات قام بها البنك المركزي في هذا الشان، من اهمها ان احنا قمنا باطلاق القواعد المنظمه الرقابيه للبنوك الرقميه. ذكرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين، خاصة بعد زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأرنب. أكدت الغرفة ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3,800,000 طن قمح محلي حتى الآن، لافتة إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الإعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. أضاف القصير أنه تم الإفراج عن 6,500,000 طن، منها 4,500,000 طن ذرة ومليوني طن
فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي 3,400,000,000 دولار خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي حتى 13 من يوليو الجاري. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بتسليم عدد من شباب مهندسي قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية للموارد والأصول في منظومة التكرير والتصنيع بمصافي التكرير المصرية. أكد الملا أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها في قطاع البترول لربط كافة أطراف صناعة البترول في مصر في منظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة والسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات. أشار الملا إلى أن مجال التكرير يعد ركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية. في سوق المال أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مال التعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات تجاوزت نحو 1,500,000,000 جنيه وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات من الجنيهات ليغلق عند مستوى 1,176,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 17,512 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 3,442 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 5,112 نقطة. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات في ثاني محطة له ضمن جولة خليجية تركز على تأمين إمدادات الطاقة وتقديم التكنولوجيا الخضراء اليابانية. التقى كيشيدا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد حيث ناقش بين الإمارات واليابان ووقعا عددا من الاتفاقيات في مختلف القطاعات. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لليلى وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة.